طبعا النهارده اليوم العالمي للطفل. لما نقول ما تحقق للأطفال في مصر خلال السنوات الماضية من تشريعات لحماية الأطفال، وشفنا لما يكون في نيابة مختصة متعلقة بالأطفال وغيرها من الإجراءات اللي اتخذت لحماية الأطفال، وشفنا آخر مرة اتكلم فيها الدكتور مصطفى مدبولي فيما يتعلق حتى بالزيادة السكانية، لما قال أن هيكون في تشريعات أخرى أو تعديلات تشريعية بتتعلق بموضوع التسرب من التعليم، الزواج المبكر، الختان وغيره من كل القضايا والتعديلات اللي هتحمي أطفال مصر وبالتالي الأجيال المقبلة. خلونا نشوف أبرز ما تم من جهود فيما يتعلق بالطفل المصري. طبعا هذا التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء، هذا التقرير بيتكلم طبعا بأرقام تتعلق بأطفال العالم كلها، وطبعا بيستند إلى التقارير اللي صادرة من الأمم المتحدة وبتتعلق بحالة الأطفال حول العالم. لما جينا نشوف دلوقتي المؤشرات المتعلقة بمصر، احنا بنتكلم على 41 مليون طفل موجودين في مصر، من 100 وشوية مليون عندنا 41 مليون. يعني البلد دي فعلا زي ما بنقول دايما الأرقام 60% أو أكتر منها شباب وأطفال، يعني بنتكلم على أجيال مقبلة في جهود كبيرة بتحصل من 2014 لحد الآن 2021. هذه الجهود تتعلق بحماية الطفل. كنا لسه بنقول التعديلات التشريعية المتعلقة بالتعليم، بنتكلم عن الختان، بنتكلم حتى عن الزواج المبكر لحماية الفتاة المصرية. طبعا هناك العديد من المبادرات المتعلقة بالفتاة والمرأة المصرية أيضا. هنا لما نشوف الأرقام بتتكلم على أنه نسبة الأطفال اللي بيتولدوا عندهم نقص في الوزن قلت 2%، كانت 4% وبعدين دلوقتي بقت 6%. لو رجعنا للرقم اللي كان لسه طالع من شوية، بنتكلم على أنه نسبة التقزم في 2014 كانت حاجة 20%، دلوقتي وصلت 13%. وطبعا احنا عارفين انه هناك يعني حملات مهمة جدا ومبادرات رئاسية للكشف المبكر لحديثي الولادة عن امراض معينة، بنتكلم على مواجهة التقزم، بنتكلم على فكرة التغذية المدرسية، وطبعا غير موضوع نقص الوزن.